السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وشاهدنا الفيديو اللي انتشر يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، أوكسدا يرحب بفكرة عودته إلى المنتخب الوطني الجزائري بعد ما أعلن اعتزاله بسبب الحجرة التي تعرض لها. يعني وشاهدنا وين كان دوزيام غارديا، خطرة تروازيام غارديا، خطرة جابو ماندريا تصاب روحوت دوزيام غارديا ولا تروازيام غارديا، اعتزل بنادم سبحان الله. رغم أنه حارس ممتاز، رغم أنه حارس ممتاز، يعني كاين بزاف غالطين. هذا أوكسدا جا في وقت، جا على بالكم مع من جا هذا أوكسدا؟ جا في وقت مي جا بالرحمة وجا جماعة تاع بالرحمة، يعني بالرحمة وزاد الحق غازل رشيد غازل، وزاد الحق آدم الونس، وزاد الحق بن ناصر، وزاد يعني التجديد. شتو التجديد كي ولا الناس كيفاش تخدم التجديد؟ جينا بعد كأس إفريقيا ما قلناش، بكأس العالم ما قلناش يا ودي صايك هيا نرقدو، ولا 2010 قلنا يا صايك نرقدو. لا لا، ناس التجديد، ضخ دماء جديدة. بعد 2014 ثاني كنا نحضروا يعني بلاعبين شباب، ايه خدمة بشوية. هذه هي بالك، كانوا الناس كو جاوا في وقت هذاك الفتى الذهبي بن ناصر، ما كانش غادي يجيش بن ناصر، يجيك حتى ما يجيكش. لكن بن ناصر كي كانوا ناس يعني وطنيين، كيفاش هو هذا أوكسدا جا في ذاك الوقت كان اللي ما يتبعش، ناس ما تتبعش خويا. كان بيتقول له يقول لك لا جا 2019، وين 2019 تبي توريني؟ دابا ما يدورونا بولا ضربوا كلها، هو يدورونا بولا جا بدو هذا جا 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 مع الوقت تاع بالرحمه وكلش. أوكسدا جا في الوقت بالرحمه، كان واه كان مبولحي ما تنجمش تغير مبولحي، كان مبولحي ما تنجمش تغيره، هذه هي مبولحي ما تنجمش تغيره. على هذيك وين رحب الحارس الدولي الجزائري أوكسدا بفكرة عودته لحراسة عريان المنتخب الجزائري مستقبلا، وطرح أحد المناصرين الجزائريين على الحارس نادي ميت بسؤال يتعلق بإمكانية عودته إلى عريان الخط. وقال أوكسدا: إذ استدعاني المدرب فلاديمير فسأعود إلى المنتخب الجزائري. باش شو غادي ربي هادو كاين، هو كاين بالرحمه، كاين بزاف لعابه اللي ربي العداله الالهيه هي اللي غادي تنصفهم. انا نقول لك على العداله الالهيه، غادي يروحوا يلعبوا كوب ديمون باذن الله، ونوصلوا فينال كوب دافريك في المغرب باذن الله، نصنعوا تاريخ. ما نقعدوش نهضروا على 2019 خاطر رانا داخلين 2025، ما نقعدوش نهضروا 2019. كلمة تقول له موريتانيا يعيط لك يهدر معاك، يقول لك شوف هانسى موريتانيا، ايا نقول له اودي موري، يقول لي صح ولا ما تنساش 2019، يا ودي انا 2024 مانيش 2019 انايا، نهضر السنة اش كاين، السنة واش صرالنا، واش صرالنا في 5 شهور ولا مع شحال، عاودوا ولوا 5 شهور، عاودوا ولوا سبحان الله مدرب باقيه 20 دقيقه يهدر مع اللعابه يقول لهم طيحوا في طيحوا دوموندو الفار. وين راهي الخطه تاع المدرب هنا وخطه الفار؟ وين راهي؟ طيحوا في طعم بيلو في طعم، يخرج مع طاوي، يخرج مع زوزي، ويخرج ايت عثمان، هذاك كيسموه هذاك اللي توغ بزاف، هذاك الاخر كيسموه مومن، يخرجوا لي كل فار خاطش عليه غي واحد يدير هكا يقولوا الي كل فار، ماشي ما تعقلوش عليها. الطبيب سواني دخل يجري يسواني في بلايلي ولا يقول لاربيت الفار، ما كاش سواني، شنو سواني شفناهم كاع ما كاش. وطرح احد واحد المناصرين الجزائريين على حارس نادي ميت سؤال يتعلق بامكانيه عودته الى عريان الخض، وقال: اذ استدعاني المدرب فسأعود إلى المنتخب الجزائري. والمعلوم أن الحارس الأشقر أوكسدا اعتزل اللعب دوليا لما كان المدرب السابق مشرف على صفوف المنتخب الجزائري. والمعلوم أن الحارس يعني أوكسدا اعتزل اللعب دوليا لما كان ذاك الحارس المدرب هذاك السابق هذاك، وإن وكشف الحارس نادي ميت الفرنسي أوكسدا في وقت سابق سبب
مثير لاعتزاله اللاعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري، وقال أوكيتا إنه شعر بأن جسده لم يعد قادر على اللعب مع ناديه ميت الفرنسي والمشاركة مع كتيبة محاربين الخضر. لكن هو دار هذوك التصريحات ماشي بعد الهضرة، خاطش على كوهدر الحقيقة، كان غادي يخرج بو كلبة يعايره كيما بو كلبة، هذاك بو كلبة اللي يدير لي كوش فيه مرض ويعيب على الناس، فيه مرض، فيه مرض ما يشتش، يشرب الماء يخرج الماء، ياكل الخبز يخرج الخبز ديريكت، ما الله يعافينا المرض يعني. عراوي راه مشي، انا قلت ابو كلبه روح عند الهاشمي صاحبك يخبر في ذاك هشام العريضه، راه عندي التسريب، انا باش راني نهضر فيها مشي، انا نهضر فيها من راسي. قال له يمشي بليكوش، عراوي راه الهاشمي صاحبك، ها هو راه عندي التسريب. قال له كنت نهضر معاه، راه عند الطبيب ومدنا ومازال مريض، راه عندي التسريب، مانيش باغي نخليه. نتوما تاع تبهديل، نبهت لك نورمال، غادي نبهت لك، غادي تسمع الشعب الجزائري يسمع، تعيب على واحد، تضحك على واحد، دار اكسيدون ضحك عليه، تعاير في بونجاح تقول له مرخيص، خاطش علاه كنتو تقارعو بلي بونجاح، يقولوا لا ملا بونجاح وطني جزائري ما ينجمش يبيع بلاده، لا بونجاح انا وطني ما ينجمش يقول مالغري يلعب ولا ما يلعبش، بصح جا لبى النداء، جا ماشي كيما محرز الخبيث، خاطش هذي كلمة خبيث عام الواحد كان يقول لي عايب ما تقولوش خبيث من خسرنا ولا يطلق في التصاوير، وكي ربحنا ما شافش ملي ربحنا. نشكر بلايلي ونشكر فينيك شايبي اللي دار تدوينه، وبلايلي فين دار تدوينه فوق الراس والعين، بلايلي والله لا فوق الراس والعين هذه هي. واضاف السفر للعب للمباريات في القاره الافريقيه امر صعب جدا، موظف انه كان يخشى تعرض لاصابات خطيره تبعده عن الملاعب لفتره او تنهي مشواره الكروي مبكرا. ونشر الحارس محارب الصحراء في وقت سابق مقطع فيديو عبر صفحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي، أعلن فيها قرار اعتزال الدوري، مؤكد أنه يعني بذل كل جهده خلال كل تربصات والمباريات التي خاضها مع الخضر. ويملك الحارس أوكسدا في رصيده الدولي 6 مباريات رفقة المنتخب أو دعمه، وزاب 6 مباريات، دير حسابك 2019 2018 2019 2020 2019 2020 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
ماتش بالك تعقلوا عليه. دونك نقول لكم متى جاي يلعب هذا هذا اوكسدا تعقلوا مي لعبنا ماتش ماتش دو ماتش اميكال لعبنا مع دي غينيا اللي ربحتنا هنا ولعبنا مع غانا راكم عاقلين عليها تاع لي بغولام ولاو يعايروا فيه في الستاد وربدوا ديكاج غوركي راكم عاقلين عليها فماك في السان جويي هذا لعب هذا كان فماك جا مع بالرحمه وجا جا مع الجروب تاع بالرحمه هاو بزاف على هذيك حط استقالة اعتزل سبحان الله. والمعلوم ان الناخب يعني المدرب السابق لم يمنح فرصه للحارس اوكسدا مفضل الحارس حارسين مبولحي ومادريا عليه ويطلب الجمهور الرياضي الجزائري بعوده اوكسدا الى صفوف الخوض خاصه في ظل المستوى الباهي والذي ظهر به الحارس مادريا مؤخرا واستقبلت شباك مادريا 8 أهداف كامله خلال 4 مباريات الاخيره والتي يتحمل مسؤوليتها معظمها خاصه هدف الفوز الذي سجله المنتخب غينيا في شباكه. تشوف صوالح الغارديان نهار اللي جا عجبنا واحد يهضر صح ما نكذبوش لعب كونت سيني لعب كونت مصر نقض الجزائر لعب هنا كونت تونس نقض الجزائر لعب كونت سينيغال نقض الجزائر واحد يهضر صح يعني هزائم نكراء أمام موزمبيق في الموزمبيق انقذ الجزائر من 5 أهداف محققة هنا مع الصومال كنا يعني قلحام 90 2 خطرات هو ينقذ الجزائر يعني كان يلعب بصح من بعد ما فهمناش من الكوب دافريك ورواح
فهمناش يا سبحان الله حقيقه هذه ماشي زعما رانا نعايل لا انا ماذا بيا غارديا يكون مليح ماذا بيا مانديا يكون مليح ماذا بيا اوكسدا يعاود يولي تكون منافسه قويه كاين فني غارديا واحد اخر كاين هذاك تلمساني ان شاء الله بربي ينجح خاصنا على بالك غارديا 50% سي محمد غارديا 50% هذه يا خويا ان شاء الله بربي يكون في المستوى يعني مادريا صعب 35 عام من الأسماء التي شاركت وفازت مع المنتخب الجزائري باللقب كأس أمم إفريقيا في مصر، لكن ظهوره بقميص الخوذ كان نادرا، فقد لعب معه 6 مباريات فقط منذ ظهوره أول بقميص المنتخب عام 2016 بعدما سيطر المخضرم رايس وهاب بولحي على مركز الأساسي لفترة دامت أكثر من 14 سنة ما دفعه للإعلان اعتزاله اللعب الدولي يعني صورتو مي جاب ماندريا ودار ماندريا وهو ما دارش اعتزل جا للتربص واعتزل هنا من عرب قال له غادي تكون دوزيام غارديا يعني نقول لكم شكل قالوا انت دوزيام تبقى دوزيام غارديا اعتزل قالوا اعتزل هذه هي اخويا صحيتو ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو وان شاء الله دائما معكم بجديد واللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيتكم.